هذه مسألة مشكلة. يقول الأخ: ما حكم إلقاء المحاضرة أمام النساء العوام رجاء دعوتهن إلى الحق؟ طبعاً المرأة إما أن تكون تابعة للرجال فيكون الرجال موجودين والنساء موجودات ويكون النساء في أواخر الصفوف، فهذا جائز كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه لو فصل النساء بحاجز حتى في هذا الأمر لكان هذا أحسن. والمعلوم يا إخوة أنه يحدث للناس من الأحكام بمقدار ما أحدثوا، ولا شك أن الرجال اليوم ليسوا كالرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الدعاء، حتى الدعاء يعني ربما لو رأى الرجل المرأة يعني ينظر إليها مما يخشى معه أن تقع الفتنة. فلو أنه فصل بين النساء والرجال بفاصل يدفع الشر لكان هذا أحسن، ولكن يكون الترتيب كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: الرجال في الأول والنساء في الآخر، وخير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها. يبقى إذا لم يكن هنالك إلا النساء، هل يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوما، وأيضا في صلاة العيد لما خطب الناس وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع النساء ذهب إليهن وكان يعني يشق الصفوف ويجلس الرجال حتى وصل إلى النساء أمام النساء ووعظهن صلى الله عليه وسلم، هل يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه لا يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي إذا ألقى رجل محاضرة على النساء الأجنبيات أن يكون ذلك من وراء حائل، وماذا يعني يستفيد النساء من رؤية المحاضر؟ أنا كنت مرة في دورة وقالوا النساء يريدن النقل التلفزيوني، هن نعم في جزء آخر لكن يريدن النقل التلفزيوني، يعني ما يكفي الصوت. فقلت أنا ما أشرح على سبورة ولا أنا أتكلم، وماذا يستفيد الناس من رؤية النساء من رؤيتي؟ يكفي أن يسمعنا القول والحمد لله. فسد الذرائع مطلوب، ولا حاجة لأن يبرز الرجل أمام النساء، بل يكون هناك حائل، إما أن يجلس مثلا، وهذا فعلته أنا في 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 بعض المحاضرات، كانت المحاضرة للنساء فقط، فطلبت أن النساء يجلسن في قسم النساء في المسجد، وجلست أنا في قسم الرجال وتكلمت في ميكروفون المسجد، وكان الصوت يبلغهن والحمد لله ونحن في مكاننا. فهذا هو الذي ينبغي في هذا الزمن. ونحن نعرف من القصص ومن الفتن التي وقعت في التساهل في هذا الأمر الشيء الكثير، وهذه المفاسد لا تقابلها مصالح في عدم اتخاذ حجاب يعني يحجز بين الرجل وبين يعني النساء. فهذا الذي
يظهر لي والله أعلم، وهو الذي أوصي به. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.